هيا علي اسرع بسرعة 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 قبل أن يأتي رجال الشرطة. الحمد لله الهليكوبتر فإنها موجودة في المكان المعمول. واو 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 عملية سرقة خطيرة جدا فعلناها اليوم يا رفاقي في الدايموند كازينو. يا للروعة. الآن علي أخذ هذه الهليكوبتر قبل أن يأتي رجال الشرطة. سيعرفون بأنني أخذت هذه الهليكوبتر، لكن لدي استراتيجية جهنمية جيدة جدا ورائعة لكي أهرب منهم بسرعة. ممتاز ممتاز، وصلت وصلت وصلت. أتمنى أن ليستر لقد وضعها، أتمنى أن ليستر وضعها لي يا رفاق داخل من الألفة. ممتاز. الآن رجال الشرطة سيأتون، سيعرفون مكان هذه الهليكوبتر، لكن الشيء الذي لن يعرفوه هو أن قمنا بوضع وسيلة نقل أخرى خبأناها في هذا الاتجاه. أحسنت يا ليستر، فعلا ليستر يا سقاي لوفيا وضع لي أفضل وسيلة نقل. الآن ما علي فعله فقط هو الذهاب لمنطقة الملابس، لأن ليستر وضع لي الملابس هنا يا رفاق. يا سلام، لكن علي الاتجاه للمكان على السريع. هنا في أحد هذه الأماكن، انتظروا انتظروا علي البحث جينا. أين هو الصندوق بالضبط؟ ليستر يا رفيقي، نعم بالفعل هو الصندوق يا حبيبي، عدد هائل من التيشيرتات بالإضافة لصندوق مقفول. حانت الآن لحظة تغيير الملابس، تمت عملية تغيير الملابس بنجاح. الآن بعد الخروج من النفق فإنهم لن يفهموا أي شيء. خرجنا الحمد لله بنجاح. الآن سأقوم بإنزال المال في المنطقة التي قال لي ليستر، وهي هذه اللوكيشن. نضع الحقيبة الخاصة بالمال هنا الخلف من هذه البالرز، بعدها سيأتي أحد الأصدقاء ليستر لكي يقوم بأخذ هذه الحقيبة. الأمور تمام، رجال الشرطة لن يستطيعوا اكتشافنا في هذه اللحظات. ما سأفعله بالضبط الآن هو أني سأذهب، سأقوم يا رفاقي بقص شعري وقص كذلك اللحي لكي لا يتعرف علي رجال الشرطة. أكبر عملية سرقة في التاريخ فعلناها بسرعة البرق. هاتي الحلاقة من بين الحلاقين المميزون في المدينة. نعم بالفعل لقد كبرت الشعر مع الأسف بسبب الكوارث بطبيعة الحال، لكن حانت لحظة الحلقة. وما رأيكم في فرانكلين الجديد؟ عملية ناجحة 100%. فرانكلين تغير للأفضل، غيرنا الملابس كذلك. يستحيل لرجال الشرطة أن يكتشفونا وأن يعرفونا، والآن يا رفاق نستحق بالفعل عطلة. فرانكلين هيا اضحك يا فرانكلين، اليوم هو يوم السعد والفرح. لماذا غضبت يا فرانكلين؟ طلبت منك أن تضحك. وعرفت لماذا غضب فرانكلين؟ ببساطة لأن أغلب الشباب الذين يشاهدون هذا المقطع في هذه الأثناء لم يضغطوا على زر لايك. لهذا السبب فرانكلين لقد غضب يا رفاق الأوفياء. إذا أردتم من فرانكلين أن يضحك فيجب عليكم تدمير المقطع بالضغط على زر لايك، لأن الوقت هو وقت الفرح. أكبر عملية فعلناها بنجاح، وتخيلوا هربنا ولم نحصل ولو على نجمة واحدة من رجال الشرطة. عملية ناجحة 100%. دمروا المقطع بالضغط على زر لايك لكي تشوفوا فرحوا فرانكلين. ها فرانكلين الآن فرح يبتسم وسعيد. تحياتي لكم يا أصدقائي، إذا كنتم غير مشتركين اشتركوا وفعلوا بذلك الجرس لكي لا تفوتكم مقاطع أخرى فيه مثل هذه المقاطع اللي تروها في أي قناة عربية على اليوتيوب، بل ستروها فقط على قناتكم قناة ياس بليس. شمس مشرقة، يوم جميل، عملية سرقة رائعة جدا ومميزة. أكيد علي أخذ صديقي تشاب في نوزا. تشاب تشاب وير آر يو تشاب تشاب آر يو هير؟ تعال يا صديقي تشاب تشاب لكي نذهب أنت أنا وأنت في نوزا، وبطبيعة الحال سنستمتع بوقتنا ونصدم ليستر حتى يرسل لنا المبلغ للحساب الباكي. تشاب تشاب المسكين ليس سعيد كذلك إذا ركزتم. لا تقلق يا صديقي تشاب، سنذهب الآن نلعب ونستمتع، وبطبيعة الحال سنعيش السعادة أنا وأنت يا رفيقي. اليوم يا تشوب أريد أن أخبرك بسر. السر هو أننا فعلنا عملية سرقة خطيرة جدا ولم يشاهدنا أي أحد. يا لكي نصعد أولا دابا ونتنزه. تعال يا صديقي تشوب. واو واو واو، كيف جاءوا ولم يفعلوا أي صوت؟ كيف عرفوني؟ فعلت كل شيء. لا يمكن هذا يا رفاقي، فقط لا تسددوا علي رجال الشرطة، ها أنا دا مستسلم لكم. وكعادتنا لا يمكن نهائيا أن تفلتوا من رجال الشرطة. ممكن أن أحد كاميرات المراقبة استطاعت تسجيلي. رغم كل هذا قمت بحذف الشعر، وقمت كذلك يا رفاق بنزع اللحية، يعني لا يجب عليهم أن يكتشفوني نهائيا، لكنهم عرفوني. أتوقع بسبب أننا مشهورين بالسرقة ما فعلوه هو أنهم أخذوا صوري وأنا باللحية والصور الأخرى وأنا ليست لدي لحية. كي يعرفوني بسرعة الكلاب. لا ونحن جينا للسجن مرة أخرى. هذا السجن أصلا حفظناه يا أصدقاء، في كل مرة دخلنا لهذا السجن استطعنا الهروب بطريقة معينة. أتساءل صراحة هل سنستطيع الهروب الآن أم لا؟ يا أيها الشباب كيف هو الحال؟ هذا المغفل الغبي الذي يقوم باستغلالنا موجود الكلب جايله 5 مليون. لو كانت لدي تلك ال5 مليون لا أعطيت نصفها لأحد الحراس ولا خارج، لكن أنت أيها المغفل نصاب احترافي. أصدقائي كيف حالكم؟ هل تذكرتموني يا رفاق؟ ها؟ Let's go. I want to be with your gang.
أخي. وهنا العصابات لا يحبون نهائيا أن تنضموا لهم. في البداية عليهم استغلالكم، مثلا إذا قامت عائلتكم بإحضار الطعام لكم بطبيعة الحال سيسرقون الطعام منكم، إذا أحضروا لكم ملابس جديدة بطبيعة الحال سيسرقون الملابس منكم. القوي يأكل الضعيف في السجن، هذا هو حال السجون. هاي دودز، إلى على الأقل هذا الشخص قال لي وصف باري، يعني أنه يريد أن يكون صديق. وشاهدوا هذا يعتقد بأنه قوي، ركزهم، جاء لي هذا المكان وتوقف. واتساب برو بخير، قال لي واتساب الناس هنا جيدون صراحة. يا روعة صراحة، أغلب الناس هنا فإنهم جيدون. ما كنا أتوقع صراحة هذا، توقعت بأنني عندما سأتحدث مع شخص ما سيحاول بدأ العراك معي، لكن هذا لم يحدث. ممكن لأنني أسود البشرة، لهذا السبب تعاملوا معي بشكل جيد. لو كنت أبيض البشرة المعارك كانت ستبدأ. الآن سنذهب لكي نتعرف على زنزانتنا، لأن في أغلب الأحيان مكان زنزانتكم فإنها يتغير. السجن لم يتغير، لا زال السجن كما هو كما تركته. الشخص ماذا يفعل هناك؟ يحاول النوم، لكن البعوض أزعجه، لهذا السبب رفع يدي. إذا جاءت بعوضة مرملاك سيضربها وسيبتعنس. هاتي الزنزانة فارغة، تلك فارغة فارغة فارغة. السجن صراحة فارغة، هذا كثير من السجناء لقد خرجوا. هذا ماذا تفعل أنت؟ يقوم بتصويرة ذلك الشخص. يمكن أن ذلك الشخص يحاول الحفر أو لا. نعم يحاول الحفر، يحاول الهروب من السجن ذلك الموفل. أتساءل أين هي زنزانتي؟ يمكن أن تكون هاتي. انتظروا، لا الباب مقفول هنا. هاتي الزنزانة بابها مقفول، تلك ليست هي زنزانتي. وهاتي، نعم تلك كذلك بابها مقفول. هاتي مقفول، نعم هاتي الزنزانة كلها مقفولة يا صقة. أتساءل أين هي زنزانتي؟ نيد هيلب، نعم ميتو أي نيد هيلب. أتساءل أين هي زنزانتي؟ نعم هي هاتي زنزانتي. ليتس جو. زنزانتكم يكون فيها الباب مفتوح بطبيعة الحال. أما بالنسبة لباقي زنزانات، إذا اكتشفتم بأن الباب مقفول فاعرفوا وتأكدوا بأن تلك الزنزانة ليست هي زنزانتكم. هيا لكي نأتي للغاردن. منطقة الغاردن لقد نبتت. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ زنزال أم ماذا؟ لست متأكد، لكن المساجين بدأوا يأسقف لورا. لا الغاردن صراحة نبتت. لدينا هنا الطماطم، راقبوا الطماطم. واو، الطماطم أصبحت رائعة جدا. نستطيع يا رفاق أخذها للمطعم لكي نقوم بطهو الطعام. اسمعوا قالوا لي في صوت الراديو بأن لدي زيارة. هيا لكي نذهب ونكتشف من هو هذا الشخص الذي قام بزيارتنا أصلا في السجن. هاتي هي غرفة زيارة التي جاءت لكي تزورني. لا صديقي لمار، تحياتي لك يا لمار. سمعت بأني دخلت للسجن؟ نعم بالفعل، فعلت عملية سرقة خطيرة جدا يا رفيقي لمار، لكن الكارثة لقد وقعت. لمار فقط اذهب لا تقلق، سأحاول اكتشاف استراتيجية ما لكي أهرب من السجن. هؤلاء كذلك لديهم زيارات. هذا ذاك لقد جاءت زوجته. نعم يا رفاقي لمار، فقط اعتني بنفسك يا لمار، لا تقلق، الأمور كلها فإنها جيدة يا صديقي. الوقت الآن أصبح متأخر. ما سنفعله هو أننا سنذهب الآن لزنزانتنا ننام ونرتاح، لأن صراحة منذ أن سرقت ذلك البنك لم أرتاح ولم أنم نهائيا. والراديو، انتظروا نسمع ماذا يقولون. للتو دخلنا للسجن ودوري غدا. لا يمكن هذا، يريدون تعذيبي يا ثقة بسبب عمليات السرقة التي فعلتها، وبسبب كذلك بأنني لم أخبرهم نهائيا بما كان المال. وأصلا ليستر سيستطيع تبييض تلك الأموال ولن يعرفون، لن يستطيع الوصول لها. بما أن الأموال وصلت عند ليستر فليودع الدايموند كازينو أمواله. صراحة لقد تعبنا، وبما أن علينا الاستيقاظ مبكرا مع الخامسة صباحا، الشيء الذي سأفعله سأنام الآن. ننام ونرتاح، من الضروري الاستيقاظ مبكرا. لا زال الظلام يا رفاق، وأنا استيقظت قبل الساعة. الساعة فإنها الرابعة تقريبا وأربعين دقيقة، وهذا الشخص لا زال يقوم بأخذ الصور. هؤلاء المساجين فإنهم مجنونون، يحتاجون لمستشفى خاص بالمجانين وليس للسجن. صديقي دوري اليوم يا رفيقي في تنظيف الملابس، أرجوك افتح لي الباب. شكرا لك يا رفيقي، هيا لكي نذهب. اذهب يا رفيقي، دوري لقد حان في تنظيف الملابس. هناك كذلك سجين يا أصدقاء، واحد سلاك ليشون. اذهب نم وارتح. كل هذه الملابس علي تنظيفها أم ماذا؟ العدد الملابس كثير جدا. شاهدوا، لدينا هنا السراويل الخاصة بالسجناء، لدينا كذلك تانك توبس بالإضافة للأحذية. هل هناك ملابس يمكنني إرجاؤها والهروب من السجن لكي لا يستطيعوا اكتشافي؟ لدينا على الأقل القبعات الخاصة بالحراس، فإنها موجودة هنا داخل من الآلات. هنا شاهدوا المياه، حدث لهم خلل عليهم إحضار بلامبر لكي يقوم بإصلاح الأمور. وهنا لدينا عدد كثير من الملابس، لكن أغلب تلك الملابس هي ملابس خاصة بالسجناء الكلاب. تركوا لي فقط القبعات الخاصة بهم، لأن القبعات لن أستطيع فعل أي شيء. لا واو حراس فإنهم أذكياء. المهم ما سأفعله الآن هو أني سأقوم بأخذ هذه الملابس المتسخة، سأقوم يا رفاق بإدخالها هنا داخل من الآلات الخاصة بالتنظيف، وبعدها سأقوم بأخذ تلك الملابس وسأنشرها في مكان هذه الملابس المتسخة لكي تنشف على خاطرها. Oh.
بعد ما يقارب 3 ساعات من العمل الساعة الآن فإن 7:30 الأمور تمام، كل شيء تمام، هي اللي كاين. عودة للزنزانة يا أصدقاء، عدنا. واو واو واو، ما هذا ما هذا؟ للتو دخلت فاكتشفت بأن الحراس أمرهم غريب، لكن بعد ما جئت يا أصدقاء لهذه المنطقة اكتشفت كذلك بأن السجناء أمرهم غريب. مشكل، وليست لدي أي أسلحة يا أصدقاء. لا لا، الأمر غير معقول هذا. شش شش، واو 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 واو، مشكل، إذا أصابوني سأموت. لا لا، ما الذي حدث لهم؟ صح صح صح، بسرعة بسرعة، علي فعل الجوك لهم والهروب. رقب رقب، هذا علي ضرب، وهذا 100%. أو مشكل مشكل مشكل. لا لا، أصابني أصابني، الحمد لله استطعت الابتعاد. يا أيها الكلاب ابتعدوا، علي فعل الجوك لهم يا أصدقاء، من الضروري فعل الجوك لهم. شيشيت، ممتاز، انتحر، ليتس جو. وسقط فوق من صديقي، لكن لازال لم يموت الكلب. أو أو شيشيش، الناس تحولوا، لست متأكد، ممكن أن أحد السجناء لقد كان مريض ونشر العدوى. الحمد لله أنهم أرسلوا لي أقوم يا رفاقي بغسل الملابس. لا لا لا، مشكلة، جاء 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 جاء، ممتاز، انتحر يا أيها المغفل أنت. أو ما ما سأحاول إحضارهم هنا لأنهم شمشموني الآن، عرفوا بأنني لازلت لم أتحول بعد. سيأتون سيأتون، ممتاز، هات هي فرصتي، بسرعة 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 بسرعة، هيا فرصتي الآن، فرصتي الآن، هروب، اخرج اخرج. الحمد لله خرجت، هؤلاء الناس على الأقل لازال لم يصابوا. اهربوا يا أيها المغفلون. بالفعل بدأت الدماء تدار فيهم. مشكل مشكل مشكل، العدوى انتشرت لكن لازال لم يتحولوا 100%. بسرعة 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 يا أصدقاء، علينا التحرك يا رفاق، الجميع لقد أصبحوا زومبيز، عددهم كثير. يا شيشي، هذا من أين نزل؟ حسنا سأضربه، ممتاز، فقد الوعي، ليتس جو، انتظروا. يا للروعة يا للروعة، لم ينزل لي المسدس لكن أنزل لي هاتي على الأقل. ليتس جو، لدينا يا رفاق سلاح الآن. شيشي، كيف قفز علي ذلك المغفل؟ أراد إعدائي. كالو، الآن من ضروري البحث عن طريق للهروب يا أصدقاء، لأن الكارثة وقعت. كذلك العمال المساكين لقد تحول لزومبيز، ذلك المغفل في الفوق تحول كذلك لزومبي. من الضروري اكتشاف استراتيجية ما لكي نستطيع الهروب. الاستراتيجية الوحيدة، سقط سقط سيموت. الاستراتيجية الوحيدة التي أعرفها هي الذهاب في هذا الاتجاه ومحاولة أخذ وسائل للنقل، لأن هناك باصات أحد هذه الضفاف. إذا لازلت أصدقاء حسنا، سننزل سننزل من هنا، لأني تعديت الحدود. نزل، ليتس جو، زومبيز الكلاب تكون لديهم هيلت كبيرة. وصلت لمن نعم، ها هو الباص، بسرعة بسرعة بسرعة، أتمنى أن ذلك الباص لا زال يشتغل وسأستطيع أخذه. هيا افتح الباب. لا، الباب لن يفتح لي لأنني سجين، وأصلا الدخان يخرج من الباص. ركزهم، مشكل، الباص فإنه لن يشتغل يا أصدقاء. بما أننا وصلنا لهذا المكان سنتجه مباشرة وسنحاول البحث عن وسيلة نقل أو فعل نفس الاستراتيجية، الصعود للفوق. واو واو واو، كارثة بمعنى الكلمة هذه التي حدثت ووقعت لنا يا أصدقاء. أنزل المال هذا. حصلنا على قليل من الأموال، نحتاج لسلاح، تمنيت لو أنزل مسدس ولم ينزل الأموال. ممتاز، فتح لي هذا الباب، شيء رائع. رجل الشرطة، موت يا رجل الشرطة، ليتس جو. ما لبثت غير بعيد حتى جاء رجل الشرطة. هيا موت، تريد إعدائي أيها المغفل؟ أحسن العمل. واو 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 واو، خرج المساجين يا رفاقي، شاهدوا شاهدوا شاهدوا، عددهم لا يمكن هذا. ياي عدد المساجين هائل، شاهدوا يا أصدقاء، خرجوا من هذه الأبواب، كيف استطاعوا أصلا الدخول لتلك الأبواب؟ واو 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 واو، جميع المساجين تقريبا لقد تحولوا لزومبيز، أنا هو الشخص الوحيد الذي بقي على قيد الحياة. شيشيش، عدد هائل، كيف سنستطيع الهروب أصلا مع هذه الكارثة الخاصة بزومبيز؟ منطقيا يستحيل الهروب من هذا العدد الهائل، حتى ولو حاولت الصعود الآن لتلك التاور لكي أحاول يا أصدقاء الهروب فإني لا أستطيع. حسنا، الشيء الذي سأفعله هو أنني سأحاول خداع الزومبيز يا أصدقاء لو فيا، سأذهب لتلك التاور هناك، تاور رقم 9 أو تاور 8، نعم، سأصعد للتاور رقم 8، أقوم بإشعال الراديو فيها. لا لا لا، قد اقتربوا من التاور رقم 8، مشكلة مشكلة. ما سأفعله هو أنني هذا كذلك لقد تحول. الشيء الذي سأفعله هو أنني سأحاول الصعود هنا بسرعة قبل أن يأتي الزومبيز، وسأقوم بإشعال الراديو الموجود في الفوق لأن الزومبيز يتأثرون كثيرا بالصوت، وسأجمعهم في الأسفل، وبعد جمعي لهم في الأسفل فإني سأهرب وسأتركهم هنا في هذا المكان. نعم بالفعل، ها ليتس جو، حسنا سنشغله، ممتاز. الآن الشيء الذي سأفعله، سأستعمل ذلك الهاتف وسأحاول الاتصال بالراديو في تلك الضفة هناك لكي يذهب الزومبيز الراديو في الضفة هناك، وأنا سأخرج يا أصدقاء بسلام، بهدف أن الزومبيز لم يعرفوني، لكنهم جايين جايين لهذا المكان. حسنا، الشيء الذي سأفعله، سأترك خشخشة الراديو هنا يا أصدقاء وسأقوم برفع الصوت له. جيد، الصوت الآن أصبح مرتفع جدا، بالفعل الزومبيز لقد جاءوا، جاءوا اقتربوا، هذا شيء جيد بالنسبة لي. الآن ما سأفعله يا رفاقي هو أني سأحاول تركهم هناك بالأسفل وسأحاول القفز، الراديو سيؤثر عليهم ولن يستطيعوا اللحاق. هذا صراحة ما أتوقع بأن يصير، شيء بسرعة،
في زيارة في قفز. يا جميل جميل جميل. مع الأسف زومبيز الكلاب علي خدعهم علي خدعهم. تحرك بسرعة بسرعة بسرعة. الكلاب هم مركزون علي، لكن لا تقلقوا، إذا ابتعدت في هذا الاتجاه فإنهم سيعودون لخشخشة الراديو وسيركزون مع خشخشة الراديو وسينسوني، أنا متأكد. الحل الوحيد لكي نستطيع الهروب هو المرور عبر الأنفاق، لا يوجد حل آخر غير هذا الحل يا أصدقاء. لهذا السبب سنحاول الاتجاه لمنطقة الدخول للأنفاق. بطبيعة الحال الرائحة ستكون كريهة جدا هناك، لكن ليس هناك حل آخر ببساطة، لأن بعد تلك السقطة التي سقطتها كان لدي خيار واحد، لو نزلت في الخارج كنت الحمد لله سأعيش وسأهرب. مع الأسف نزلت في الداخل وخسرت الهيلث. الآن لا أستطيع فعل نفس تلك القفزة لأني إذا فعلتها سأموت. مع الأسف يا أصدقاء قد اقتربنا من الوصول لمنطقة الأنفاق على الأقل. يا روعة، دورة شرفية فعلناها لكي نصل إلى الأنفاق. نعم لقد رأيتهم رأيتهم بالفعل، ها هو النفق أمامنا مباشرة يا أصدقاء الأوفياء. ما علينا فعله فقط هو الدخول، وسنخرج في الضفة الأخرى من السجن. هيا تحرك. أحسنت يا فرانكلين، ليتس جو يا أصدقائي. أنا حتى اقتربنا من الخروج. أين أنت يا فرانكلين؟ أريد رؤيتك. وفرانكلين متجه يا أصدقائي الأوفياء ودايم. أخيرا اقتربنا من الخروج الحمد لله بعد معاناة طويلة، فعلنا وخرجنا. واو 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 يا أصدقائي، استطعنا الهروب من السجن. أغلب الناس الآن لقد أصيبوا يا أصدقائي بالفيروس الخاص بالزومبي. لهذا السبب الشيء الذي سنفعله هو أننا سنذهب مباشرة للمنزل لكي نختبئ هناك حتى تهدأ الأوضاع، وبهذا فإذا سنكون قد استطعنا الهروب من السجن. الحمد لله أننا بقينا على قيد الحياة، ولكن العمال من الظهر عليهم أنهم لم يصابوا. وهنا نستنتج أن فيروس زومبي أصدقاء في أغلب الأحيان لقد ضرب فقط السجن. أحد السجناء كان مريض ولم نكن نعرف بأنه مريض وأدخلوا للسجن فوقعت الكارثة. أنا متأكد أن السلطات سيعرفون الأمر وسيأتوا للسجن لكي يحاولوا ضبط السجناء، وفي نفس الوقت سيحاولون إنقاذ الموقف، لأن الدواء موجود لديهم، لا مشكل الآن من ناحية الدواء. آخر مقطع قمنا بإعطاء الدواء للعسكر سيفعلونه. لهذا السبب الفيروس لازال لم ينتشر. السيارة غير الأخرى فإن أفضل من هذه، لكن ليس لدي الوقت صراحة. نأخذ هذه فقط وهي لكي نعود للمنزل على السريع. خدعناهم بطريقة جنونية جدا. ولماذا رجال الشرطة لن يبحثوا عني؟ سأخبركم لماذا. ممكن أن يقوم بقتل جميع السجناء الذين تحول لزومبيز، بالضبط السجناء الذين انتشر فيروس زومبي فيهم بطريقة جنونية، يعني لا حل من استعمال الدواء. شوب شوب عاد للمنزل، سيقومون بقتلهم. وسأتصل الآن بليستر لكي يغير هوية أحد أولئك الأشخاص الذين سيتم قتلهم، وبهذا يا أصدقاء فإنهم سيعتقدون بأنهم قاموا بقتلي أنا وبأنني تحولت إلى زومبي. هذا ما سأفعله الآن وفورا. سأتصل بليستر لكي يهكر البيانات. عندما يقومون بتدوير الأمور عندهم في السيستم. شكرا لك يا رفيقي ليستر، وبهذا يا أصدقائي سنكون قد فعلنا وهربنا من سجن في كارثة زومبي. إذا عجبتكم فكرة حلقة اليوم فما عليكم فعله فقط هو دعمونا بالضغط على زر لايك، نشر المقطع مع أصدقائكم. مثل هذه الأفكار لا توجد على اليوتيوب العربي نهائيا، أعدكم ابحثوا في أي قناة تلعب جيتا إف 5 في الوطن العربي، لن تجدوا مثل هذه المقاطع وهذه الأفكار فقط عند ياس بليز، القناة رقم واحد في شمال إفريقيا والقناة رقم واحد في العالم العربي الخاصة بسلاسل جي تي اي بصفة عامة. وترقبوني وأنا متشوق صراحة للعبات جي تي اي 6 عند خروجها القادم بطبيعة الحال سيكون أجمل. وبهذا سنكون قد وصلنا النهاية، كذلك الحين كان معكم ياسين، تبعكم الله ولدي لا صديق، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.